راجاتي كوم استاتي عاملين ايه النهارده؟ رجعنا لكم تاني من برنامجنا فاتشي لفاتشي وقناتنا امباركم ساره. في ناس كتير طلبت مني ان انا اعمل تاني قواعد النطق لا فونيتيكا ولا برونونشا الصوتيات بتاعتنا والنطق بتاعنا، علشان طبعا فيديوهات اللي كانت موجوده قديمه شويه. النهارده انا جاي اعمل معاكم لا فونيتيكا او لا برونونشا ديلا لترا تشي بتاعت حرف التشي. لا لترا تشي ادو سواني لي صوتين، يا اما ك ك ك يا اما تش تش تش. امتى هنطقط ك ك ك وامتى هنطقط تش تش تش؟ بقول لكم بننطقط تش 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 زي ما هو موجود في الالفابيتو تشي، مع حرفين اتنين بس من الفوكالي اللي هما الاي والاي اللي انتوا شايفينهم قدامكم. يبقى مع الاي بنطقها تشي ومع الاي بنطقها تشي، يبقى بكسر وبفتح على حسب الفوكالي بتاعي، يبقى اي اي تشي تشي. تشي كومي تشاو تشينيما، يعني اهلا تشاو وتشينيما السينما. تشي كومي تشينتو مية، كمان تشيستو الباسكت او السلة اسمها تشيستو. تمام، اي حاجه غير كده بنطقها ك ك ك وبقول عليه سوونو دورو عشان اجهر بيجي من ك ك ك. تمام، يعني ايه اي حاجه غير كده؟ يعني باقي الفوكالي كلهم والحروف الكونسونانتي الساكنه كلها بنطقها بالك، طالما ما شفتش بعد التشي ولا اي ولا اي يبقى كله ك. يبقى ك ك ك مع الا كا او كو او كو. كا كومي كاني، كا زي كلمة كاني اللي هو كلب. كو كومي كوزا، كولتيلو سكينة، كوزا يعني شيء. وكو كومي كوتشينا، كوتشينا اللي هو المطبخ. طيب يا ترى لو جه مع حروف ساكنه بقى او مع اي حاجه تانية، زي مثلا لو جه حرف الاك وراها حرف الاي هنطقها ايه يا ترى؟ الناس هتقول لي اي، هقول لكم لا، الاك وبعدين الاي، يبقى انا ما زلت بنطق في الك ك ك. اك اي كي، اك اي كي. ليه؟ عشان الأكة جت فصلت ما بين التشي والإي أو الإي، فما ينفعش أقولها تشي وتشي زي ما قلناها، يبقى اسمها كي كي. كي كومي كيافي، المفتاح اسمه كيافي، أول ما تسمع الصوت كي يبقى تشي أكة إي على طول. يبقى الأكة دورها إيه؟ الأكة بتيجي بس عشان تغير النطق، بدل ما أقولها تشي أقولها كي. شكرا. كي تشي أكة إي، زي باكيتو، باكيتو اللي هو الباكيت اسمه باكيتو. تمام، برضو جات تشي اكاي. وكده ابقى خلصت من حرف اللي تشي، واهم حاجه الصوتين بتوعه تش 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 ولا ك ك ك. ها حد فاهم حاجه؟ سهله ولا صعبه؟ طيب تعال نشوف المقاطع دي، اقروها كده نركز. جه وراها ايه ولا ايه ولا حاجه تانية؟ جاي وراها كلها ايه صح، يبقى هنطقها تش تش تش، فهيبقى اسمها تشا تشو تشو. ايه ده ازاي؟ هقول مش طول ما احنا شايفين الاي يبقى لازم انطق بالتش تش تش؟ طيب ينفع اقول تشي اه؟ لا، اول ما اشوف الا او الاو او الاو ورا حرف الاي بنطقه كمقطع على بعض، فبقول تشا تشو تشو. اي ا تشا، اي او تشو، اي او تشو، تشا تشابتا الشبشب، تشو تشوكولاتا الشوكولاتة، تشو 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 التتينة تشو تشو او السكاتة بتاعت البيبي. يبقى انا عرفت كده التشي مع التشين كوي فوكالي لو انا حبيت اقولهم اي اي تشي تشي، اي ا اي او اي او تشا تشو تشو. نيجي للك ك ك السوونو دورو، ا او او كا كو كو،
أكّا إي أكّا إي كي كي، يبقى كله ك ك ك ك ك زي ما عرفنا الأمثلة كمان. ذكروهم كويس. أنا ممكن كنت أعمل لكم ديتاتو الحلقة دي، بس الأحسن نحن نخلي الديتاتو على لالتراتشي في حلقة لوحدها علشان تبدأوا تدربوا نفسكم بعد ما تكونوا ذكرتوا الحلقة دي كويس. لو أنتوا أول مرة تشوفوني طبعا ياريت تقولوا رأيكم في الكومنتات وتشتركوا في القناة عشان يوصلكم كل جديد، ولو أنتوا اوريدي معايا ما تنسوش لايك وشير لكل أصحابكم عشان يستفادوا معانا في فيديو النهاردة. انتظروني في فيديو جديد معاكم سارة البحيري. الله بروسيما، تشاو تشاو.